الناس تكون فاكراني ارتست وفي ناس تعرفني as an yoga instructor وفي ناس تعرفني as an art therapist وفي ناس تعرفني ان انا عندي بيوتي صالون وفي ناس تعرفني ان انا عندي قناة على اليوتيوب ومذيعة. ازاي عملت كل ده؟ بيتقال لي اول حاجة هو انت خريجة ايه عشان تبقي معالجة نفسية بالفن؟ هو انت بتعملي ده ازاي؟ انا خريجة فنون جميلة وعملت ماستر فيها وعملت بري ماستر وتمهيدي بريك دكتوراه فيها ودلوقتي هناقش الدكتوراه قريب. وفوق كل ده عملت دبلومة نفسية في جامعة الفيوم وعملت تدريب في طب نفسي جامعة الأزهر. طيب هو الموضوع بسيط قوي كده لما أقول كل ده، هل ده موضوع اتعمل بمنتهى البساطة؟ تيجي نعرف من البداية كل ده بدأ إزاي؟ بصوا أنا أصلاً وأنا كنت صغيرة كنت حابة يكون عندي حلم وهدف كبير، إزاي أكون أقدم حاجة مختلفة زي طه حسين، نجيب محفوظ، زويل، كل دي أسماء بالنسبة لنا جوه دماغنا مش بنقدر نشيلها منها لأن هي عاملة حاجات مهمة. أنا صدقت نفسي ومشيت ورا ده، قعدت أعمل أفكر كتير وسيرشنج كتير إزاي أقدر أوصل لده. دخلت كليتي وأنا بحبها جداً جداً وخلصتها واشتغلت ديزاينر لموبايل أبليكيشن ويب سايت وقت ما كان لسه الحاجات دي كلها أصلاً ما كانتش بتعمل، ونزلت على الأب ستور. بس بعدها وقفت كده، هو ده اللي مايا عايزاه؟ هبقى جاست ديزاينر للديزاينات للكلاينتس بيطلبوها؟ هو ده اللي انا عايزاه؟ لا مش ده. فقلت خلاص فول ستوب، هبدا من اول وجديد. بدات احضر الماستر بتاعي، بس قبل ما ابدا احضره قلت هو ايه اللي انا هعمله؟ عايزه اقدم حاجه جديده ما اتقدمتش قبل كده، وانا فنون جميله يعني رسم يعني الوان يعني لازم اشوف. طب لو طلبت منكم تشوفوا اللوحات دي من غير ما تغمضوا تكون مغمضين عليكم هتقدروا تشوفوها؟ هتعملوا ايه؟ اكزاكتلي ده اللي انا اقصد عليه، ازاي تقدر تستخدم التكتيكال جرافيكس ده؟ ما ده كل ده بارز لما تكونوا مغمضين عينيكم تقدروا تحسوا بكل رسمة من اللوحات دي. هو ده موضوعي. لما دخلت السيمينار وقلت لهم انا عايز اعمل رسوم بارزه للمكوفين بدات الكلام يطلع وصوت يقول ازاي انت فنون جميله رسم والوان هتعملي حاجات للمكوفين؟ استحاله. قلت لهم لا، اثبتت كل ده. في ناس كفيفه زي احمد ناجي، ده مصري على فكره وموجود هنا في مصر، وفي جون كيندي ده امريكي رسم مراته وابنه ما عمره ما شافهم، وفي اشرف ارموغان ده تركي رسم بيل كلينتون رسمهم وعمره ما شافهم ورسمهم بالظبط وما كانوش بيشوفوا. بدا موضوعي من هنا. خلصت الماستر وانا بعمله عشان اتكلم عن الموضوع ده بعد ما عملت جهد كبير قوي، وخلصت الماستر بتاعي في سنه واحده، سنه واحده بس، وبتعدى اكتر من 500 ورقه. بعد ما اتعمل 500 ورقه فكرت بيني وبين نفسي، مي هو ده اللي انت عايزاه؟ بقى كتاب اتحط في المكتبه مش هيفتحه غير اللي عايز يعمل رساله حاجه شبه كده. قلت اجي انزل على ارض الواقع، ازاي هقدر اعمل ده؟ قعدت اعمل سيرشنج كتير قوي عن منظمات وحاجات عالمية عشان أقدر أخلي مشروعي يوصل لأرض النور. بس اللي اكتشفته اللي كان عايز يسرق الفكرة وتطلع باسمه، اللي كان بيعمل اجتماعات كتير قوي من غير أي حاجة تحصل على أرض الواقع، كلها كلامه بس كله. فكرت إن أنا أعمل حاجة بإيدي، أنزل مشروعي لأرض الواقع بإيدي أنا. عملت اللوحاتي كلها بإيدي وعملت السورو بتاعي، المعرض بتاعي لف اتعمل في الفيوم، اتعمل في السليين والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والسعودية ومصر، لف كل ده.
واتعمل عليه برامج كتير قوي في التلفزيون. بس اللي ما يعرفوش الناس ان المعرض ده اتجهز في 24 ساعة بس. اتعرض عليا الفكرة وقدمتها، واللي افتتح المعرض محافظ الفيوم نفسها. نسيت اقول لكم انا مش من القاهرة، انا من الفيوم، فيعني سفر وتعب ومجهود. طيب انا جيت النهارده عشان ايه؟ عشان ده بس؟ لا، عشان ياسمين زي ما قالت، وكل السبيكرز اللي كم هنا وقعد يتكلموا صدقوا نفسهم، صدقوا احلامهم، ازاي يقدروا يعملوا ده. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا زي اي بنت كانت بتحلم انها تكون بيت واسره زي كل البنات اللي موجوده وموجودين في اي مكان، والاسره بالنسبه لي ده عامل مهم جدا. بس كان ورايا سر كبير قوي فوق كل اللي انا بعمله. ايه هو؟ كان ورايا انسان شجعني جدا جدا، كان كل كلامه عمرك ما هتنجحي، عمرك ما هتحققي اي حاجه، ايه لازمه الشهادات الكتيره اللي انت بتعمليها دي؟ هل هي هتقدر توصلك لاي حاجه؟ لا. كان قدامي طريقين، يا اختار اكون شخص تاني غير نفسي واكون حد تاني خالص، يا اما اكون مي اللي موجوده قدامكم واعمل كل ده. اكون مي اكون مي اللي عملت معارض فنيه سواء كانت هنا في مصر او بره مصر، مي اللي خلت اللوحات بتاعتها كلها تكون الشخص الكفيف يقدر يلمسها بايده والمبسط نفسه يقدر يحس بيها. زي ما انتم شايفين اللوحات هقدروا تفهموها. لو دخلتوا على اليوتيوب هتقدروا تشوفوا فيديو للمكفوفين هم بيتكلموا ازاي اللوحه دي بتعبر عن ايه، هتسمعوهم وبيتكلموا بده. ممكن اي حد يتست ده بعد ما نخلص التوك ده ويقدر يغمض عينه ويحس، هيلاقي كل ده بارز، هيقدر يفهم كل حاجه، كل تفصيله صغيره لتكون الكفيف والمبصر في نفس الوقت. ازاي تكون حياتنا المنيو بتاع في اي كفيف بتقعدوا فيه، اي ورق اي رسومات تقدر ازاي تتحول تكون رسم بارز للكفيف، وكمان احنا اللي بنشوف نحس ده في نفس الورقه في نفس الوقت. ده اللي انا بتكلم عليه، لان احنا هنا في مصر المكفوف انحصر في جانب معين بس، لكن بره مش كده. في منهم مهندسين ديكور، في منهم بيعملوا حاجات كتير قوي بعكس عندنا في مصر. بس زي ما انا مقتنعه بالموضوع ده، انا عندي هدف تاني واسمى، ازاي اقدر استخدم الرسومات دي تكون حاجه تخلينا نمشي لقدام، ازاي تعبر عن مشاعرنا، ازاي نقدر نعالج ازماتنا النفسيه. ممكن تكون برسم بشخبطه نطلع فيها كل الوجع اللي جوانا، كل حاجه. عملت ده عندي في الجامعه، يوم ما قلت ما كانش حد صدق اي حاجه. عايزه اقول لهم يا جماعه انا هنا، حسوا ان انا بتكلم بلغه تانية، كاني من كوكب تاني. هو انا بتكلم حاجه غلط لما اقول لك او اقول لك ان انت لبسك الوانك بتعبر عن شخصيتك؟ طبعا حد يقول لي ازاي، ازاي كل ده يحصل؟ كل ده ممكن يحصل لما تقوم من الصبح من النوم وتختار تي شيرت او بنطلون او ايا كان اللي هتلبسه ايه، حتى لو كان بايلك انت لبسته لان حاجه في عقلك بتقول لك البسه بطريقه غير مباشره. ده اللي انا بتكلم عليه. وعشان اقدر اثبت ده رحت مستشفى العباسيه، كنت متخيله كل الناس اللي هناك هيعملوا ده هيعرفوه. رحت عند مركز التاهيل وقابلت المدير نفسه، بيقول انت عايز تعملي ايه؟ قلت له عايز استخدم الرسومات دي ان انا اعالج المرضى النفسيين لقدام، واللي من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه يستغنوا عن الكيميكال. يعني انا مجنونه، ازاي ده هيحصل؟ طيب انا برسم، وريني هتعملي ايه؟ وريني رسومات كان عاملها في الجامعه عنده في المستشفى ورسومات على الموبايل. قلت له تاريخ حياته كله. قام من مكانه وقال لي لا انت الدكتور اقعدي. انا مش هكمل غير لما تقعدي انت على الكرسي. انا ما كنتش مصدقه، انا رايحه عشان اتدرب، هتدرب عشان اعمل اللي انا عايزاه، مش هبقى انا الليدر. ما كنتش متخيلة ده. وفي نفس اللحظة أخدني على المدير نفسه، مدير المستشفى. أنا بقول هو ده طبيعي؟ ما كنتش متوقعة ده. دخلت عند المدير
اول ما دخلت الناس كلها اصلا كانت رجلها بتخبط في بعضها، دي رايحه عند مدير المستشفى، دي مش معقول. فانا بقول الموضوع عادي، يعني انا بقول اللي انا عارفاه واللي انا عايزه اثبته، مش اكتر ولا اقل. لما رحت هناك بيقول لي انا سمعت عنك كلام كتير قوي رغم انت مش بقالك غير يومين. وهو بيتكلم لقيته عمال يرسم قدامي الورقه، قال لي وريني اثبتي الكلام اللي انت بتقوليه. مش بتقولي انك بتعرفي تحللي الناس من رسوماتهم ومن لبسهم وعامله كل الشو عليه كده؟ وريني. بقيت اتكلم انت كذا 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 كذا. قعد سكت فتره وقلع نضارته ومن غير ما يتكلم اخد الورق ومضى عليه. انت عندنا هنا بتشتغلي. فكان بالنسبه لهم انت خريجه فنون جميله وبقيتي بتشتغلي في مستشفى العباسيه معالجه نفسيه بالفن، ده استحاله. انا ما كنتش متخيله ده استحاله. انا صدقت نفسي ومشيت ورا اللي انا بامن بيه وعملته. انا جايه النهارده عشان نساعد بعض كلنا. ازاي بقى اي حد يقدر يساعد نفسه يقدر يوصل لقدام؟ نقدر نساعد الناس الكفيفه ازاي مع المرضى النفسيين؟ طب انا ممكن امسك الرسومات دي وخلي المرضى النفسيين اصلا او اللي عندهم ازمات نفسيه يعملوا الاسلوب ده، وفي نفس الوقت يبقى هو خرج من ازمته وفي نفس الوقت عالجنا مشكله مجتمع كامل. الموضوع بمنتهى البساطه. انا متبنيه المشروع ده لحد ما اوصله للنور اكتر واكتر، وان شاء الله هيوصل. وثانك يو ليكم.